حدث باسم وزارة البترول. مساء الخير يا فندم، ومبروك لمصر، مبروك علينا الخبر الجميل ده. ألو. أهلا، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا بحضرتك فندم. أهلا بيك النهاردة، وفتحت الحلقة بالخبر الإيجابي الجميل ده، والأمل ده والمستقبل لما يبقى واضح كده بيبقى شيء هايل بالنسبة لنا. رسميا خلاص احنا مش هنستورد غاز، آخر شحنة استيراد للغاز المسال احنا استلمناه، مش كده؟ تمام يا فندم. تمام، احنا كنا بنستورد قد ايه؟ يعني كلمني حضرتك على فكرة كنا بنستورد قد ايه، ولما بطلنا نستورد هنوفر عملة صعبة قد ايه لمصر؟ خليني اقول لحضرتك الاول ان احنا طبعا كان المهندس طارق الملا كان اعلن قبل كده ان احنا هنتوقف عن استيراد الغاز المسال مع نهاية العام. ايوه، لكن الحقيقة ان طبعا في اجراءات تمت، في متابعة منه، في هو بيرأس اللجنة العليا لتنمية حقل الظهر. انا بتمنى بس الصوت يعلى شويه يبقى واضح اكتر. الصوت عند حضرتك ضعيف شويه، لكن انا بحاول اعلي صوت يعني. طيب تمام. فبقول لحضرتك طبعا انتاج حقل الظهر تضاعف 6 مرات من في خلال ال9 شهور اللي فاتوا دول كلهم، وصل دلوقتي اكتر من 2 مليار قدم مكعب في اليوم. ان شاء الله في عام 2019 هيوصل، كان مقدر 2.7 من 10، لكن ان شاء الله هيوصل لحوالي 3 مليار قدم مكعب في اليوم. في حقول اخرى دخلت على خريطه الانتاج زي حقل نورس، زي حقول شمال اسكندريه، زي حقول اتول. ده رفع الانتاج بتاعنا الى حوالي 6.6 مليار قدم مكعب يوميا. طبعا لا، مع زياده الانتاج الحمد لله توقفنا عن استيراد الغاز المسال. طبعا ده هيساهم مساهمه ايجابيه في ان احنا هنوفر ما كان يتم استيراده. فاتوره الاستيراد كانت قد ايه بقى يا فندم؟ كان تقريبا حوالي 2.5 مليار دولار فاتوره بتاعت الاستيراد بالنسبه لشحنات الغاز المسال. 2.5 مليار دولار فاتوره الاستيراد كانت 2.5 مليار. في الايه يا باشمهندس؟ في السنه 2.5 مليار دولار. 2.5 مليار دولار في السنه فاتوره. دول خلاص اتوفروا لمصر. يعني هو دي الفاتوره بتاعت الاستيراد، لكن طبعا في عندنا بنشتري حصه في الشريك الاجنبي. تمام. من الـ الانتاج المصري بتاعنا. لكن أيوة. المهم ان احنا هنتوقف تماما عن استيراد الغاز المسال، وده هيسهم مساهمه ايجابيه طبعا ان احنا الكل احنا كنا بنستورد عشان نغطي الفجوه اللي كانت موجوده ما بين الانتاج والاستهلاك. حاليا أيوة. دلوقتي طبعا كل احتياجات محطات الكهرباء، كل احتياجات مصانع، كل احتياجات المنازل هيتم تغطيتها من الانتاج المحلي. في نفس الوقت زي ما حضرتك عارفه ان احنا دلوقتي بنتجه الى مشروع قومي، ان احنا عايزين مصر تبقى مركز اقليمي لتجاره وتداول الغاز الطبيعي. عشان نقدر نحقق هذا الهدف في اجراءات تمت. اول هذه الاجراءات طبعا في قانون جديد طلع اسمه قانون تنظيم سوق الغاز. هو في نفس الوقت الجهاز التنظيمي سوق الغاز طلع واتكون، وده يتيح للقطاع الخاص ان هو يتاجر ويتداول الغاز الطبيعي. حلو قوي. اسمه قانون ايه يا فندم؟ معلش. قانون تنظيم انشطه سوق الغاز. قانون تنظيم. تمام. تنظيم انشطه سوق الغاز. طبعا تمام. احنا بنقول ان احنا الاستراتيجيه بتاعت المهندس طارق الملا. أيوة. ان احنا الغاز اللي موجود في الشرق المتوسط عايزين نجيبه مصر عشان خاطر يتم من خلال الشبكة القومية للغازات يتنقل فيها، ناخد فية نقل، وفي نفس الوقت الغاز دوا اللي هيستوردوه أو هيتاجروا فيه شركات القطاع الخاص، سواء إن هم هيشتروا من المنتجين اللي موجودين في الشرق المتوسط، هذا الغاز يجي يشغل مصانع الإسالة اللي موجودة عندنا. إحنا عندنا مصانع أيوه. إسالة موجودة في إيدكو وموجودة في دمياط. أيوه. وطبعا في كانت نتيجة إن ما كانش في حضرتك كان في فرق ما بين الانتاج والاستهلاك، هذه المحطات ما كانتش بتشتغل بكامل طاقتها. صحيح. فبالتالي انت وانت مشاركه فيها، مع مصر مشاركه في محطات ايدكو مصنعين للاساله ب 24%، وفي محطات دمياط مشاركين بنسبه 20%، فده معناه ان احنا هنستفيد ايضا من اعاده تصدير هذا الغاز الى دول اوروبا. وتم توقيع اتفاق حكومي
الاسبوع الماضي مع الشركة مع قبرص مع الحكومه وزير القبرصي ووزير البترول المصري وقعوا اتفاق حكومي بمقتضاه يتم انشاء خط بحري من حقل افروديت القبرصي الى مصر، وبالتالي هذا الغاز اللي هيجي نقدر نعيد تصديره بقى، يتم اعاده تصديره من خلال محطات الاستهلاك الى اوروبا والى الاسواق. فدي كلها طبعا فوائد مهمه جدا لاقتصاد مصر طبعا. والاهم زي ما الضيف حضرتك الكريم كان بيتكلم ان احنا احمد رفعت، اهلا بيك يا احمد، احنا بنقول ان حضرتك ان هذا الغاز لما توفريه يبقى انت بتوفري الطاقه اللي موجوده لاي ايضا لاي مشروعات اخرى، لان القطاع الخاص هيكون متواجد يستطيع يبيع حتى لمشروعات جديده مستقبليه، واحنا عارفين ان مصر مقبله على مرحله من التوسع والتنميه، فبالتالي يبقى الطاقه الموجوده معروف ان هي طاقه هي عصب التنميه الاقتصاديه، فبالتالي انت حضرتك لما بتوفري الغاز يبقى موجود بتدي حضرتك الـ الامل، وبتدي للناس ان مصر الغاز موجود فيها والطاقه موجوده طبعاً فيها طبعا.